كوليبالي ياخذها ايمن بن محمد الى فرانكون بين ثلاثه ملاعبيه مقطوعه من المختار بن خيثر للدراجي شماخي يختير سريع نشيط ياسين الشماخي يعمل وراه بن مشاني هدف التعادل هدف التعادل ياسين الشماخي بامتياز الشماخي عدلها بعد ما بداها الخنيسي هو مباراة داخل المباراة ديربي داخل الديربي هداف مع هداف الخنيسي من جانب الترجي يرفع رصيده لست اهداف ويجابوا ياسين الشماخي بعمل كبير بفنيات يراوغ بالمشاني وبتسويبه باليسار يضع الكرة في شباك رامي جريتي الشماخي يجيب 28 دقيقة لعب يسدد شوفوا كاش حتى الكرة على ساق اليسار التسديد رامي الجريدي ما لقى حتى حل